عليكم يا استاذ ابدعت. الله الله يخليك. بالله تاني انا اقول دار اقول حاجه، يعني انت لما تلاقي دول بيصور في سهره زي دي وهو بيرقص بغنى مع الناس، قطع الشك ده بيرفع معنوياتك وبوريك انه اي زول موجود حولك شاعر اللي انت بتعمل فيه. يا طبعا يا فانا المره الجايه بقترح الاخ ده يشترك مع الناس في الغنى، يسيب الكاميرا ويجي. الزول ده مبسوط بصه غريبه جدا، ده اكثر زول مستمتع هسه بالجلسه دي بالمناسبه. ها الله يخليك. لا اذا كان جد ال100 يبقى ليلة جد ال1000. الله قال لا ولدكم شريف الفحيل. عايز تغني يا شريف؟ ها مالك؟ وعايز اقاطعك كمان. قاطع؟ ضميت حزب المقاطعين. ونحن نحن سعيدين جدا انه معانا وعطرت لنا الجلسه والله. شكرا. وانا جاي بتكلم مع الوالده بقول لها انه ليله عم محمد جاينا، فقالت لي طلب اغنيه لا سلام، فمن هنا نغنيها انا وانت ونهديها لها. انتم ما قاعدين ترسلوا لها سلامكم؟ لا يقول لك يلا يلا يا شباب. سلام منك وما منك تحية، لا سلام منك وما منك تحية، ليل وراك خليته عايش في الأسية، ليل وراك خليته عايش في الأسية، ما حرام يا يا سلام
نسيتنا الوصية انت نسيتنا الوصية قلبي فارق عينه قوية قلبي فارق عينه قوية Hey, hey, hey.